مساء الخير يا معالي الوزير، وتحياتي لشخصك الكريم. مساء الخير تامر، تحياتي ليك وللسادة المشاهدين ولكل سنة طيبين، احنا على مشارف الشهر الكريم. كل سنة وحضرتك طيب وأسرتك الكريمة دايما بخير ومصر كلها بخير. اللي انا قلته ده دكتور جودة كلام منطقي، كلام مجنون، كلام ملوش معنى، انه منين الحكومات طول الوقت تقول خلاص ولا وقت التسعيرة الجبرية، وهي بالفعل في سلع كتير حتى مش اساسية مطبقة عليها التسعيرة الجبرية؟ لا يعني الكلام اللي انت قلته صحيح، بمعنى ان هناك عدة سلع ليس سنة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة تخضع لنظام التسعيرة الجبرية، وانه ده ليس مقصورا على سلع تنتجها الحكومه او القطاع العام، انما سلع ينتجها القطاع الخاص. مظبوط. عشان الناس تبقى فاهمه، وايضا سلع ليست منتجه محليا فقط وانما حتى السلع المستورده. مظبوط. اذا معنى المجال بتاع تطبيق التسعير الجبريه مجال يتجاوز العام الى الخاص ويتجاوز المحلي الى المستورد. يعني كل الاسواق. تمام؟ ده من حيث المبدا. لما تيجي على ارض الواقع هنا المهم جدا مساله الادوات والاليات اللي عندك لاعمال التسعير الجبري. بمعنى ايه؟ تاخد بنزين مثلا، بنزين يعني بيتميز بالاتي، انه ما تقدرش تشتري بنزين من محطه وتروح تبيعه في محطه ثانيه. مظبوط. وبالتالي زائد ان كل محطه مرخصه. اذا انت احكمت بايه؟ دايره التداول بتاع السلع. نفس الشيء ينطبق على الادويه على سبيل المثال. تمام. هذا لا يعني ان مفيش تجاوزات، لكن تجاوزات تافهه يعني، مفهوم محدوده جدا. لما بالظبط كده، لما تيجي تنتقل من هذا الى مجموعه، خد منتجات الالبان على سبيل المثال. نعم. ممكن منتجات الالبان يكون المنتج مرخص وانت عارفه ولكن اللي بيوزع احيانا يكون مرخص في التوزيع واحيانا يكون غير مرخص في التوزيع. فانت بتتكلم على هيكل الاسواق وكيف يدار. واحد. اثنين، انه في اسواق وانا يعني هنا لما اتكلمنا عن السلع الضروريه للمواطن وبالذات السلع الغذائيه، عندك اسواق الجمله اللي هي الحضره في اسكندريه و صحيح. هذه الاسواق يعشش فيها احتكارات عاديه جدا. ولكن لا يمكن تطبيق قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه عليه لسبب بسيط، لان القانون بلا امياب. قانون حمايه المنافسه وده محتاج مراجعه. اذا عايز تتكلم على تسعيره جبريه، يا بتتكلم على تاجر او منتج ليس لديه سلطه احتكاريه، واذا كان بيمارس احتكار يبقى يمكن ردع هذه الممارسه من خلال القانون. القانون في هذه الحالة هو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وبالمناسبة هذا القانون ليه مادة أظن مادة 8 أو 10، واحدة من الاثنين لا أذكره الآن. هذه المادة في الواقع تجيز للسلطة المختصة التدخل بتسعير سلعة من السلع. نقطة معناها أنه هذا القانون بيبيح ويجيز للسلطه لاسباب ترتئيها انها تتدخل في التوزيع. ثانيه واحده مع الوزير، القانون يعني يبيح للسلطه لاسباب ترتئيها. مظبوط. يعني لما السلطه زي السلطه اللي موجوده دلوقتي مثلا، لما ترتئي انه هذا العام عام استثنائي بسبب القرارات المصرفيه والاقتصاديه المتعلقه بتحرير سعر الصرف ومدلولاته وتوابعه ونتائجه، بالاضافه للغلاء الفاحش اللي حصل في الاسواق، انا ممكن هنا اشوف ان ده ظرف استثنائي يستدعي التدخل. مظبوط. ولذلك انا بقول ده نص معطل. انا عندك حتى القانون بعمله كده، اللي هو قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، في نص معطل او نص الماده اللي انا قلت عليها دي، وينتظر طبعا مين الوزير او السلطه المختصه المسؤوله بتطبيق هذا القانون. هي وزاره التجاره والصناعه تحديدا. التجاره والصناعه. ايوه، لانه جهاز يتبع وزاره التجاره والصناعه. صحيح. وبالتالي السلطه المختصه هنا في نطاق هذا القانون هي وزاره التجاره والصناعه. ده نص موجود وجاهز ولكنه معطل. ما هي الاسباب؟ يعني نطرح السؤال ونعدي عليه. يعني حضرتك شايف انه معطل بفعل فاعل.
انا تقديري كده، انا تقديري المعطل فعلا فعلا. دي نمره واحد. نمره اثنين، لما تيجي بقى لتنظيم الاسواق مثلا اسواق الجمله، اسواق الجمله يعني في اعداد قليله من كبار التجار يهيمنون على التداول في هذه الاسواق. وهنا بقى المشكله لما تيجي تطبق عليهم القانون هتصطدم بنص غريب في القانون. القانون في اللي هو بتكلم عليه حمايه المنافسه ده بيقول لك انه ممكن جدا تكون تسيطر كمنتج او كتاجر على حصه قد تصل الى 65% من السوق. ايوه خلي بالك يا سام، 65%. ايوه مش 50، 65%. ومع ذلك ما فيش مشكله. ايه المشكله يا جماعه؟ قال لك المشكله في الممارسات الاحتكاريه. انا عايز حد يفهمني، واحد لوجه الله بيسيطر على 65% من السلع لكن ما بيحتكرش لا قدر الله. مساله غريبه جدا جدا يعني. فده نص معمول تفصيل، وطالبنا اكتر من مره، مش انا بس، انا غيري طالب يا جماعه الموضوع ده. يعني امريكا مثلا بالمناسبه ما جت في الواقع مشهوره جدا. شركه مايكروسوفت كانت طلعت بطبعة جديدة لويندوز، ولكنها ربطت استخدام ويندوز باستخدام برامج أخرى من إنتاجها. تمام. تدخلت وزارة العدل ورفعت دعوة وأرغمت مايكروسوفت على إنها مش بس تلغي هذه المعاملة، وإنما تعوض الشركات المتضررة. صح. لا وزمان يا ريس لو تفتكر، ده أجبره بيل جيتس بتاع مايكروسوفت إن هو يقسم شركاته لأنها أصبحت تايكون فظيع مستحوذ على السوق. مع اي بي ام قالوا له لا أنت كبرت زيادة عن اللزوم، كسر شركاتك لشركات صغيرة عشان يبقى فيه تنافسية. ولذلك أنا بقول النص ده بدعة، اللي يقول لك ممكن سيطر على ما لا يزيد، شرط ما يزيدش عن 5. احنا لازم عشان المشرعين زمان عندنا، علشان نعمل نص يبدو ان احنا او نعمل قانون يبدو ان احنا مواكبين للعالم، بس لازم نعمل فيه نص عشان نشرع عن فيه للفاسدين. امال يعني هيمشوا ازاي؟ ده التفصيل على المقاس. صحيح. انما بالاضافه الى كل الكلام ده بقى، لو ظبطنا التشريع وفعلنا النص اللي هو المعطل اللي انا اشرت اليه ده، يظل نقطه مهمه اللي هي ايه بقى؟ انت دلوقتي مسخن الاقتصاد الى درجه لا يحتملها الوضع على الاطلاق، بمعنى انك فاتح جبهه عريضه من ما يسمى المشروعات القوميه الكبرى. تمام. بصرف النظر عن جدوى هذه المشروعات، هنفترض انها كلها ذات جدوى، انما بالضبط لو صورنا واحد مريض والدكتور شخص الحاله بتاعته، انا يلزمك الدواء الاتي 1 2 3، تاخد من ده برشام الصبح ومن ده برشامتين الظهر ومن ده كبسوله بالليل. تمام. هل ممكن يجي يقول له لا طب ما انا اربع الدواء ده كله مره واحده عشان اخف السرعه؟ ممكن لا قدر الله يموت. انت هنا عايز تقول للناس انه الفتح في جبهات كثيره في نفس الوقت قد يكون مشكله مش حل. هو مشكله فعلا لسبب، لانك انت كل هذه المشروعات تعني انفاق اليوم. كويس كده؟ طب واذا ترد عليك يا دكتور، من القائمين على هذه المشروعات والمفكرين فيها وقال لك انه للاسف كلها اولويات لان انا استلمت البلد وكل هذه الجبهات مفتوحه مش انا اللي فتحتها؟ لا شوف، يعني مثلا لو اتكلمنا على مشروع واحد بس كمثال عشان دي مثال سهل الرد عليها. اولا في حاجه اسمها فقه الاولويات. طبعا فقه الاولويات معناه لما يكون عندك قيود على الموارد لازم تحدد اولويات لاستخدام هذه الموارد، الاكثر اهميه فالاقل اهميه فالاقل اهميه. مفهوم. اخد بقى مثال مشروع العاصمه الاداريه، انا عايز واحد يقنعني ايه الضروره القصوى لهذا المشروع الان في ظروف مصر؟ ممكن يبقى مستقبلا حاجه كبيره وحاجه مهمه وان كان الموضوع نتناقش فيه، انما الفكره كلها انت عندك القاهره موجوده. تمام. مدينه تؤدي وزر لها وضع تاريخي مهم جدا. مفهوم. هنا حضرتك عايز تتكلم عن فقه الاولويات، واذا كان في قيود على الموارد يبقى لازم كمان يبقى في قيود على الانفاق. لازم كده لسبب، لانه الحافظ دلوقتي طيب. انك مسخن الاقتصاد وبتزود الطلب الكلي، العرض الكلي يراوح مكانه، فمهما عملت في تظبيط القانون الاخر هيظل عندك حاله ايه بقى اللي بنسميها احنا في الاقتصاد نقود كثيره تطارد سلعا قليله. مفهوم.